نقص حاد في بعض أنواع الخضروات والفواكه تشهده بريطانيا، الأمر الذي دفع عدد من المتاجر إلى تحديد الكميات المسموح للعملاء بشرائها. وزيرة البيئة البريطانية تيريس كوفي أوضحت أمام البرلمان أن هذه المشكلة قد تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وحثت مواطنيها على تناول اللفت، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة. وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت أن تثمن ما ينتج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودون شراءها. وشدد المتحدث على أن النقص في الخضروات والفواكه ليس ناجماً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها تعود إلى سوء الأحوال الجوية خاصة في جنوب أوروبا. ومنذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا قبل عام، ارتفعت أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء في المملكة المتحدة، ما دفع العديد من المزارعين البريطانيين إلى التخلي عن زراعة الخضروات والفواكه الطازجة في البيوت البلاستيكية. نتيجة لذلك انخفض عدد المنتجات الزراعية المحلية بشكل كبير، واضطرت البلاد إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الواردات. ومع ذلك أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعطيل سلسلة التوريد العادية للعديد من السلع، مما أسهم في تفاقم أزمة نقص الفواكه والخضروات.